وزير الماليه يؤكد بان العالم يواجه تحدي الانتشار الواسع والسريع لفيروس كورونا الهيئه العامه للطيران المدني تطلق الدليل الارشادي للمسافر خلال مرحله استئناف الرحلات الجويه الداخليه أهلا بكم في أخبار اقتصادية مفصلة السلام عليكم. قال وزير المالية محمد الجدعان إن العالم يواجه تحدي الانتشار الواسع والسريع لجائحة فيروس كورونا والتي نجم عنها آثار صحية واجتماعية واقتصادية في جميع أنحاء العالم. وأشار الجدعان إلى أن المملكة اتخذت خطوات ملموسة لتنسيق الجهود الدولية بهدف تطوير إجراءات جماعية لمعالجة التحديات العالمية ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً والتي تضررت من الجائحه وتنسيق الجهود لمرحله التعافي الاقتصادي وبناء على روح التضامن والتعاون التي اظهرها قاده مجموعه العشرين كما شدد على وجوب مواصله جميع الجهات الفاعله بالعمل معا لتمهيد العوده نحو تعافي اقتصادي قوي ومستدام وشامل شاركت مجموعة العشرين مع الأمم المتحدة في الحدث رفيع المستوى لتمويل التنمية في فترة جائحة كورونا وما بعدها بهدف تسريع التعافي من الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة ويناقش الحدث ست قضايا ملحة تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة لتمويل التنمية خلال التحديات العالمية المرتبطة بجائحة كورونا وما بعدها وهي السيولة العالمية والاستقرار المالي وجوانب الضعف في الدين العام للدوله الناميه ومشاركه المقرضين من القطاع الخاص والتمويل الخارجي والتحويلات الماليه بهدف نمو شامل وتعزيز الحيز المالي وتنظيم الموارد المحليه والتعافي بشكل افضل بهدف نمو مستدام اصدرت الهيئه العامه للطيران المدني الدليل الارشادي للمسافر خلال مرحله استئناف الرحلات الجويه الداخليه المقرر الاحد المقبل ويمثل الدليل اطارا ارشاديا للمسافرين يتضمن مجموعه من الاجراءات والتدابير الاحترازيه التي سيمر بها المسافر خلال الرحله وتشمل الاجراءات الحضور قبل الرحله بساعتين واشتراط لبس الكمامه لدخول المطار وتخصيص مقاعد شاغره بين الركاب واقتصار دخول المطار على المسافرين ومنع سفر من يخل باحد الاجراءات الوقائيه يذكر بأنه جرى تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي يوم السبت الموافق من الأول والعشرين أو من الواحد والعشرين من شهر مارس عام 2020 أكدت أمانة منطقة الرياض استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة. جاء ذلك في بيان لأمانة المنطقة عبر حسابها الرسمي على تويتر، حيث قالت امتداداً للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، سيستمر حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة الرياض. وأوضحت الأمانة أن قرار السماح للمطاعم والمقاهي باستقبال الطلبات الداخلية ابتداءً من الثامن من شوال. لا يشمل المعسل والشيشة أعلنت شركة السوق المالية السعودية تداول عن عودة العمل بساعات التداول الرسمية لجميع الأوراق المالية المدرجة وقال التداول في بيان لها إنه تقرر عودة العمل بساعات التداول الرسمية السابقة في السوق المالية ابتداء من يوم الأحد المقبل وأكدت على حرصها الدائم لاتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على مصلحة السوق والمتعاملين فيه وضمان سلامة أنظمته وعملياته التشغيلية أكد مختصون في الاقتصاد بأن القطاع التجاري سيعوض خسائره خلال ثلاثة أشهر في إشارة إلى أن الأشهر الثلاث الأولى بعد تطبيق قرار تخفيف الاحترازات في المملكة كافية لتعويض خسائر القطاع التجاري الناجمة عن إغلاق دام لشهرين اكثر من ثمانين يوما على بدء اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا والتي اكتفى فيها الناس باساسيات عيشهم والتحفظ على اي منتج ياتي من السوق واضطر الكثير على تعقيم المنتجات التي تدخل بيوتهم بالاضافه الى اجراءات المنع الشامل للتنقل الذي اوقف الشركات والمؤسسات على ممارسه انشطتهم ومع عوده الاوضاع تدريجيا الى وضعها السابق بمفهومها الجديد أكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن الثلاثة أشهر الأولى بعد تطبيق قرار تخفيف الإجراءات المتخذة في المملكة لمكافحة كورونا كافية لتعويض خسائر القطاع التجاري الناجمة عن إغلاق دام نحو شهرين. المختصون أكدوا أن الأشهر الثلاثة الأولى ستكون كافية لتغطية تكاليف أجور العاملين وإيجار المحلات والمستودعات. وبعد هذه الفتره ستقوم القطاعات التجاريه بترتيب اولوياتها في الانفاق وتحديد المكاسب والخسائر ويبدا اعتبارا من الثامن من شوال رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكوميه وشركات القطاع الخاص والعوده لممارسه انشطتها المكتبيه ورفع تعليق الرحلات الجويه الداخليه ورفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفه نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: أوبك وروسيا تتفاوضان بشأن تخفيضات الإنتاج قبل اجتماع يونيو أهلا بكم من جديد أفادت مصادر بي أوبي أوبيك بلس وقطاع النفط الروسي بأن المملكة وبعض منتجي النفط الآخرين في أوبيك يدرسون تمديد تخفيضات قاسية ومرتفعة للإنتاج حتى نهاية 2020 واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك ومنتجون آخرون بقيادة روسيا فيما يعرف باسم مجموعة أوبيك بلس الشهر الماضي على خفض الإنتاج تسعة ملايين ألف برميل يومياً في مايو ويونيو تراجعت أسعار النفط خلال تداولاتها اليوم عقب بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت ارتفاعا في القراءة الأسبوعية وتراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بخمسة أعشار إلى 32 دولار للبرميل وتراجع مزيج برنت بنسبة سبعة أعشار ليصل إلى 34 دولار للبرميل أعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 109 مليارات قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من مايو بينما توقع محللون ارتفاعا بنحو 113 مليار قدم مكعب وبلغ إجمالي مخزون الغاز الطبيعي في أمريكا تريليوني و612 مليار قدم مكعب بزيادة قدرت ب778 مليار قدم مكعب من ذات الفترة عام 2019 ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة فوق مستوى المليوني الأسبوع الماضي وذلك للأسبوع العاشر على التوالي وقالت وزارة العمل الأمريكية بأن إجمالية عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة بلغ مليوني ومائة وثلاثة وعشرين ألف في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من مايو وبالرغم من أن الطلبات تنخفض بوتيرة منتظمة منذ أن بلغت مستوى قياسي عند الستة ملايين وثمانمائة وسبعة وستين ألف في أواخر مارس فإنها لم تنخفض دون مستوى المليوني منذ منتصف شهر مارس وللتوسع أكثر حول الموضوع انضم إلي من واشنطن المحلل الاقتصادي إيهاب عباس أهلا بك سيد إيهاب بدايةً أعداد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات الحصول على إعانة استقر فوق مستوى المليوني ماذا يعني ذلك في هذه الفترة؟ أهلا بحضرتك وبكل المشاهدين أينما كانوا طبعا طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية لها شقان الشق المتعلق بإعانة البطالة التامة الذي شخص لا يعمل أو فصل من عمله بسبب جائحة كورونا، بالإضافة هناك لطلبات الإعانة من البطالة بسبب الجائحة، جائحة الكورونا، وهذا أمر أيضاً آخر، ولكن الاثنان مرتبطان ببعضهما البعض في التقديم. الكم الأكبر من الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات إعانة البطالة في الواقع كان خلال شهر أبريل الماضي وشهر مايو الحالي بداياته تحديداً. ووصل وصلت الارقام الى اكثر من 40 او يعني ربما منتصف ال 40 مليون طلب حتى الان هذا يعني لو افترضنا ان كل متقدم بطلب يعول شخصين او ثلاثه اشخاص هذا يعني ما لا يقل عن 100 مليون امريكي او 120 مليون امريكي وهذا ربما يؤشر الى ان حوالي 30% او ربما العدد يصل الى 50% من الامريكيين الان يعيشون تحت الاعانه المباشره من الحكومه الامريكيه بناء على هذه الطلبات لكن في نفس الوقت يبدو أن الترند أو الاتجاه الآن في النزول يعني النزول عدد طلبات البطالة التي تقدم بها الأمريكيون كما ذكرت حضرتك في مقدمة الخبر أن الأعداد اليوم خلال الأسبوع الماضي سجل مليونين وربما مليونين وثلاثمائة ألف طلب إعانة بطالة كما الحال في الأسبوع الذي كان يسبقه وبالتالي هذا يدل على أن هناك نوعا ما استقرار في أعداد المتقدمين بطلبات الإعانة لكن هذا ليس مؤشرا لأي شيء لسبب ان الكم الاكبر من الامريكيين تقدم بطلبات الاعانه خلال شهر ابريل الماضي والاسبوعين الاولين الاولين من مايو والاسبوع ومنتصف شهر مارس حتى نهايته. نعم لكن في ظل هذا التقليص الذي ربما يعني لا يقل تحت مستوى المليوني، اعداد الموظفين لدى العديد من الشركات سيد ايهاب من وجهه نظرك كيف ستعوض هذا النقص ودعم الموظفين او حتى تسريحهم؟ المشكله استاذي العزيز يعني ساتحدث عن ما اشاهده حولي من اصدقاء يعملون في اماكن مختلفه في الواقع وما اشاهده في الاخبار وما اقوم بتحليله من اقتصاديات السوق الامريكي وسوق العمل تحديدا هناك فيما يبدو الان ان الشركات الصغيره والشركات المتوسطه بدات في تسريح الموظفين بشكل كامل وتام، يعني بعدما اعطتهم يعني اوامر بالجلوس في المنزل والعمل من المنزل والحصول على مقابل للعمل في المنزل وتخفيض مرتباتهم وصلت الان هذه الشركات الى ان تقوم بفصل هؤلاء الموظفين بدون رجعه حتى لو انتهت الجائحه فانهم لن يقومون بارجاعهم او باعادتهم للعمل وهذا سيشكل عائقا كبيرا ويعني توترا كبيرا في الخزانه الامريكيه لان سيتقدمون بطلبات الاعانه وبالتالي ستكون فرص حصولهم بعد ذلك ايضا على وظائف جديده سيكون امرا صعبا وهذا يعني يثقل كاهل الحكومه الامريكيه في المقابل ايضا الشركات الكبرى حتى الان فيما يبدو ما زالت يعني واقفه على قدميها وتستطيع ان تقدم الدعم للموظفين خاصه هؤلاء الذين اجلستهم في المنازل ولكن ليس لمده طويله يعني اتحدث هنا عن ثلاثه اشهر سته اشهر على اقصى تقدير سنه وبعد ذلك ربما تضطر هذه الشركات ل يعني تسريح موظفيها او تقليل مرتباتهم بشكل كبير جدا نعم بالرغم من ان هناك شركات قويه جدا ولديها ايضا سيوله ولكنها اشهرت افلاسها لكن سؤالي لك هنا سيدي هاب هل تعتقد يعني بعض يعني بعد افلاس هذه الشركات الكبرى او بعض هذه الشركات يمكن أن أن يكون هناك نشوء شركات أخرى جديدة تتواكب مع عصر التقنية على سبيل المثال بحكم أننا إذا قلنا أن الأزمات تصنع الثروات بالفعل صديقي العزيز يعني ما ذكرته حضرتك إنما ينم عن فكر متجدد يعني هذا بالفعل ما يحدث يعني نشاهد الآن سوق العمل الإلكترونية تقفز قفزات كبيرة جدا في يعني إمكانياتها وقدراتها في التعامل مع كافة المجالات وكافة الأسواق وكافة المنتجات حتى يعني حتى أيضا المدارس الآن أصبحت مدارس إلكترونية يعني لدي ابنتي الآن تحضر المدرسة الخاصة بها عبر الإنترنت وكما لو كان لا يوجد ضرورة للذهاب إلى المدرسة بصورة يعني يومية هناك المبيعات على الانترنت انتشرت بشكل كبير كل الأسواق الإلكترونية على الانترنت في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت هي تشكل الاتجاه الصاعد في سوق المال والأعمال حاليا وأعتقد هذا سيؤشر خلال الفترة القادمة نعم. إلى إمكانية بزوخ سيد إيهاب تعمل في هذا المجال اسمح لي كبير. أن أقاطعك في مسألة التعليم يعني التعليم أنت ذكرت بأن ابنتك يعني تواصل التعليم من خلال المدارس الالكترونيه، يعني هنالك ربما جدل في بعض الدول العربيه وحتى الدول الغربيه فيما يختص بالرسوم المقدمه لتلك المدارس، اذا كانت هذه الرسوم هي نفس الرسوم التي تقدم اذا كان التعليم عن بعد ام ان التعليم يقدم كما هو عاده بذهاب الابناء الى المدرسه وعودتهم، هل الرسوم تختلف؟ والله هنا في الولايات المتحده الامريكيه لا يوجد رسوم مقابل التعليم هنا التعليم مجاني للجميع من سن الابتدائي المرحله الابتدائيه وحتى مرحله الهاي سكول او ما تعرف بدولنا العربيه بمرحله الثانويه العامه كل هذه المرحله مرحله مجانيه وبالتالي هم حتى يوفرون يعني منذ اسبوع تقريبا اتصلت بنا مدرسه ابنتي و بعثت لابنتي جهاز لابتوب محمول كمبيوتر محمول خاص بالمدرسه تحديدا حتى يتم التواصل والحصول على كل الدروس ويكون هناك متابعه فوريه وتامه ويوميه جميل. من قبل فريق التدريس في المدرسه لابنتي نعم فهذه الولايات المتحده المميزات. وهي نعم. كبرى الدول المتقدمه في جميع دول العالم ايضا المملكه العربيه السعوديه سيد إيهاب قدمت التعليم عن بعد مجاني لكل جميع الطلبه والطالبات وحتى انه الذي لم يتوفر اليه لابتوب او جهاز قدمت شركه الاتصالات السعوديه خاصيه معينه او رابط معين يتيح الدخول من قبل الطلاب والطالبات لمتابعه دروسهم التعليميه بالمجان وبدون حتى شريطه وجود انترنت وهذا التزام يعني إذا الحكومات عليها نعم إذا سمحت لي سريعا يعني أنا أثمن دور المملكة العربية السعودية فيما تقوله تحديدا سيد العزيز وأنا أحد أبناء المملكة العربية السعودية نعم أنا مصري وأمريكي الجنسية أيضا ولكن أيضا سعودي الهوى أنا يعني عشت حياتي كلها منذ الحضانة كما نقول وحتى الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية وتعلمت في مدارسها فأعي تماما ما تقول حضرتك ومررنا بظروف معينة كان هناك التدريس يأتي في أولوية دائما يعني اهتمامات المملكة العربية السعودية وقادتها وأحمد الله أنني تعلمت على يد أساتذة كبار في المملكة العربية السعودية جميل وهذه طبيعة الدول التي دائما تتقدم وتحرص على تقدم أبنائها ومواطنيها وحتى المقيمين الموجودون على أراضيها شكرا جزيلا لك السيد إيهاب ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تداولات اليوم في أعقاب صدور بيانات حكومية أثارت المزيد من القلق لدى المستثمرين حيال سوق العمل في الولايات المتحدة وزاد عائد سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى ستة أعشار بينما ارتفع عائد السندات لأجل ثلاثين عاما بنحو ثلاثة نقاط أساس لتصل إلى واحد وأربعة أعشار انكمش الاقتصاد الأمريكي بأكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام في ظل تأثير جائحة كورونا مما تسبب في تراجع حاد للإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال وأظهرت القراءة تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بخمسة بالمئة في الربع الأول مقارنة مع التقدير السابق الذي أشار إلى انخفاض بأربعة وثمانية عشر وهو ما يمثل أكبر تراجع فصلي منذ انخفاض الناتج بثمانية وأربعة عشر في الربع الاخير من 2008 ارتفع عدد العاطلين عن العمل في فرنسا الى اعلى مستوياته على الاطلاق مع توقف العاملين بدوام جزئي عن كافه الانشطه ومعاناه الاشخاص الذين الغيت عقودهم في العثور على عمل جديد واظهرت بيانات وزاره العمل الصادره ارتفاع عدد الباحثين عن عمل في فرنسا ب 22% مع نهاية مارس، ارتفع العدد بمقدار ثمانمائة وثلاثة ألفاً ليصل إلى أربعة ملايين وخمسمائة ألفاً، وهو المستوى الأعلى منذ بدء السجلات عام ألف وستة وأرجعت الوزارة ذلك إلى الارتفاع في انخفاض في انخفاض وثلاثين 35% في عدد الأفراد الحاصلين على وظائف جديدة. كشفت شركة نيسان موتور عن خطة جديدة لكي تصبح شركة تصنيع سيارات أصغر وأكثر ترشيدا للنفقات بعد تكبدها أول خسارة سنوية في 11 عاما وفي إطار خطة جديدة للسنوات الأربع المقبلة ستخفض شركة نيسان من طاقتها الإنتاجية والطرازات التي تطرحها بنحو الخمس للمساعدة في خفض بملياري وثمانمائة مليون دولار من التكاليف الثابتة كما تتضمن الاستراتيجيه التي كشفت عنها الشركه لمشاركه الانتاج العالمي مع شريكيها رينو وميتسوبيشي موتورز عن اغلاق مصانع من عده دول والخروج من عده اسواق. ختاما الى ابرز العناوين. وزير الماليه يؤكد بان العالم يواجه تحدي الانتشار الواسع والسريع لفيروس كورونا. الهيئه العامه للطيران المدني تطلق الدليل الارشادي للمسافر خلال مرحله استئناف الرحلات الجويه الداخليه شكرا لكرم المتابعه دمتم في امن وامان